بالدراسة ما في خلصت. أنا كنت آكل الكتب أكل وقت كنت مثلك. Thank you عزيزي المواطن بأنك فتحت هذا الفيديو. بتمنى الاستقرار بقناتي بالضغط على زر سبسكرايب ليك وتحت. معكم لمك ببرنامج لمك والأنواع. حلقتنا اليوم عن أنواع الآباء، فلنتفضل سوية. باليمين لو سمحت بالله. طبعا مع كامل الاحترام وكامل التقدير لكل آبائنا وأمهاتنا، بس هذا الفيديو كوميدي بس مو أكتر. معلم عندك الأب الشرير، هذا الأب يعني بالفعل الله لا يطعمه لحدا. فجأة معلم ما بتشوفه غير صار من المتحولون، يعني بده ينكش عليك شغلات معلم ما له طعمي بس مشان يعمل. شو عم تشتغل ولا؟ عم بدرس. شو عم تدرس؟ والله يا بابا فيزياء. كثير ترى انه هي انه ليش مو كيمياء يعني مثلا؟ لانه خلصت من شوي الكيمياء فقلت انه لازم ادرس فيزياء. بالدراسه ما في خلصت. انا كنت اكل الكتب اكل وقت كنت مثلك. انه خلصت الكيمياء يعني انه قلت انا بنتقل على ماده ثانيه. عم ترد بوجهي يا كلب؟ والله لا انا جد الله يعيني اللي عنده هيك اب. معلم عندك الاب البخيل. لا اكيد بيفرق الاب البخيل عن الاب يلي بضب مشان اولاده الايام يعني انه يعطيهم هيك، بس لا انا عم بحكي عن الاب. بابا بتقول لك ماما اعطيني 50. قرشك الابيض ليومك الاسود. بس انه كانوا لازميني شوي. شريكي اللي عنده هيك اب عن جد، انا اذا ابوك هيك بنصحك انك تعتمد على حالك يعني، وخلص تتكون لحالك انت بجيش وتروح تنطلق بالحياة، لانه خلص يعني ما في امل. معلم عندك الاب الحربو. الاب الحربو هذا جلطة لحاله. كيف يعني جلطة لحاله؟ جلطة لحاله يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منين هذا عم يطلع الصوت؟ بسم الله. هذا هو مين هذا اللي عم اللي بهالوقت هذا؟ هي يا زلمة أبي لو شو بده هالوقت هذا؟ ألو كيفك؟ علين بابا ساعة لا ترد يعني اللي ساعة دقلك. شو عم تعمل؟ والله هون بالبيت أنا قاعد. بالبيت؟ بس قالوا لي إنك بالكافتيريا مانك بالبيت. مين قال لك؟ شو بدك مين قال لي؟ بترجع على البيت معك دقيقتين. انه ما بنحربه دخيل ربك، ما في داعي تحربه مشان انا ازلق بالحكي واحكي لك انه انا قال وين انا انا كنت نايم بامان الله. وانت ببرو عندك الاب القديم. الاب القديم هو الاب اللي ببساطه مثل ما كان هو عايش انت لازم تعيش. لما كنت مثلك كنت اطلع الساعه 4 على الحصاد، كنت في الساعه 6 نام الساعه 9، كنت ادرس على ضو البقرة. طب وانا مال امي؟ طب انا تتركني اعيش؟ طيب تتركني اعيش؟ الله يستر عليك الله يخليك. ضل نوعية وحدي ما حكيت لكم عنها يلي هي مثل ابي يعني هيك نفس المبدأ تبع لك. شو لسه ما بلش دراسي؟ قوم تعال عندي لشوف. انقلع. اصدقائي بتشكر كل شيء وصل لهي الثانية من هاي الحلقة. طبعا لا تنسوا تعملوا لنا شير من فوق عمول نسخ الرابط وبعتوا على جروبات الواتساب والفيسبوك لحتى نقدم لكم تعب اكتر وجهد اكبر ومونتاج نتعب فيه اكتر من هيك. ونسيت، انطرونا الأربعاء الجاي بحلقة نار مولعة أكتر من هاي. في ديتكم كلكم.